السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ترحيب. ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. وحياك الله يا أخوي خالد. مرحبا سعود، حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة اللي بنتابع فيها مع ضيوفنا مواضيع مهمة ومميزة إلى جانب مواكبة أهم الأحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق دولتنا الحبيبة قطر. ومن أبرز مواضيع حلقتنا الليلة، حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية كازاخستان. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يصدر مرسوم تحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى. استقبال رسمي لأبطال المنتخب القطري للقفز المظلي. هذه سعود أهم الأخبار لحلقة الليلة بإذن الله. شكراً يا أخوي خالد. طبعاً مشاهدينا الكرام، وفي بداية حلقة اليوم، استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم سعادة السيد علي خان إسماعيلوف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية كازاخستان والوفد المرافق له، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد. وتم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وأوجه تنميتها، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. نعم، ومن جهة أخرى، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم أمس المرسوم رقم 40 لسنة 2021 بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى ليكون يوم السبت الموافق 2 من شهر أكتوبر المقبل بإذن الله، وتفاصيل أكثر في هذا التقرير. أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم رقم 40 لسنة 2021 بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت 25 من شهر صفر عام 1443 هجرية الموافق 2 من شهر أكتوبر عام 2021 ميلادية موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى. كما نص المرسوم على أن يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وبمناسبة إصدار هذا المرسوم، دعا معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، دعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى المنتخب. كما تمنى معاليه التوفيق للمتقدمين للترشيح، متمنيا لهم منافسة نزيهة وحضارية تليق بهذه المناسبة الوطنية وبالشعب القطري وقيمه السمحاء وما عرف عنه من مكارم الأخلاق. وأكد معاليه على أن هذه الانتخابات، وهي الأولى في تاريخ دولة قطر، تجري تحت سقف الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والتي يجب علينا جميعا المحافظة عليها. وفيما يلي نورد لكم تباعا إجراءات قيد المرشحين لانتخابات مجلس الشورى. التوجه إلى المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة الفعاليات والرياضة بجامعة قطر، تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة المرشحين مع إبراز البطاقة الشخصية، استلام إيصال يفيد باستلام طلب الترشيح. كما تم تحديد فترة قيد المرشحين بخمسة أيام فقط، تمتد من يوم الأحد 22 أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس 26 من الشهر ذاته من الساعة 4 عصرا وحتى 8 مساء بمقر لجنة المرشحين. ويشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى ما يلي: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، ألا يقل عمره عند قفل باب الترشيح عن 30 سنة ميلادية،
أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، أن يكون مقيداً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق، أن لا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون، أن تتوفر فيه شروط الناخب وفقاً لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. مشاهدينا الكرام، في الشأن التعليمي، أكثر من 400 معلم ومعلمة من خريجي كلية التربية بجامعة قطر هذه السنة سيباشرون أعمالهم كمعلمين في المدارس الحكومية في مختلف التخصصات بدءا من العام الدراسي 2021-2022 في إطار خطة وزارة التعليم والتعليم العالي للاعتماد على الكوادر الوطنية. نعم يا أخوي خالد، مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذ الدكتور أحمد العمادي عميد كلية التربية بجامعة قطر. مرحبا ومسهلا بك أستاذنا دكتورنا، شرفنا ونورتنا، الله يسلمك. أنا اللي أتشرف، الله يجزاكم خير. مرحبا والله فيك أستاذ الدكتور أحمد العمادي. في البداية لو نتكلم عن توطين الكوادر، كوادر التدريس، لو نتحدث عن خطة وزارة التربية والتعليم في هذا الإطار. والله الوزارة مع يعني وزارة التنمية طبعا يعني يدا بيد يعملون من سنوات وبالتعاون مع كلية التربية، يعني من ضمن الأولويات عندهم أصدروا صارت منحة اسمها منحة الطموح. نعم. عندنا ومنحة قيمتها عالية بالنسبة أشوفها للطالب. يعني التخصصات العلمية على سبيل المثال عندنا واللغة الإنجليزية اللغة العربية، الطالب القطري يحصل على 10,000 ريال شهريا. نعم. في مقابل التخصصات الأدبية مثل الشريعة أو الاجتماعيات أو الأشياء الثانية الأدبية 8,000 ريال. جميل. وأيضا هذه يعني ما تركت فقط للقطريين، حتى لأربع فئات أخرى اللي حملت الوثائق أو الأم قطرية. نعم. أو اللي درسوا من الابتدائي إلى الثانوي في قطر، هذول الفئات كلها تشملهم وأيضا درستهم بالمجان ويأخذون 3,000 ريال شهريا أيضا. جميل. وأيضا الوزارة صراحة يعني عملت لقاءات مستمرة عندنا مع الطالبات اللي موجودات من السنة الأولى، عندنا لقاءات دورية يتكلمون عن مزايا إن الوحدة تصبح مدرسة. نعم. إيش المزايا اللي تحصل عليها، ففي يعني ارتباط كبير. وأيضا الجامعة من العام الماضي عملنا لجنة تنسيقية عليا بيننا وبين وزارة التعليم والتعليم العالي، ويرأسها في الجامعة سعادة الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وفيها ثلاث عمداء كليات أنا من ضمنهم كلية التربية. نعم. فنلتقي دوريا أمانة ولجان مشكلة منا ومن الأخوة والأخوات في وزارة التعليم والتعليم العالي، اجتماعاتنا دورية إن احنا فعلا نحل. نعم. كل المشاكل المرتبطة مو بس للطالبات عندنا، حتى في الميدان التربوي. نعم. فالأمور الحمد لله من يعني حسن إلى أحسن بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. دكتور، بما أننا نتكلم عن خطة وزارة التعليم والتعليم العالي لتوطين كوادر التدريس، دائما هناك أي خطة أو أي هدف موضوع لأي وزارة أو لأي لجنة هناك تحديات. اليوم من وجهة نظرك دكتور، إيش التحديات اللي ممكن أنتم تواجهونها؟ والله إذا قصدك يعني بالنسبة مهنة التعليم. نعم. اللي يدخلون في سلك. نعم، خلينا نتكلم التحديات طبعا خاصة في برنامج توطين كوادر التدريس. التحديات في كثيرة، يعني يمكن أن تشوفون الشكاوى مثلا المدرسات والمدرسين، كثرة الأعباء، التنقلات. نعم. يعني الناس بعضهم يودون أماكن بعيدة، في أشياء كثيرة، لكن الوزارة أمانة تحاول شتى السبل أن تحل هالمسائل. نعم. هذه. ولا شك أنا دائما أقول يعني المهنة مهنة صعبة جدا أمانة، مهنة التدريس، لكن في نفس الوقت مهنة شيقة، لأن الواحد صحيح يأخذ راتب، لكن إذا يحتسب عند الله مهنة يؤجر عليه. تخيل كم واحد بكرة يصبح مهندس وطبيب، هذا إلى أن يتوفى الله أجره، يكون اللي يأخذه هو يكون الأجر لك، لكن أنت كونته في الأساس. فمهنة المعلم مهنة جدا مهمة في البلد، لأي دولة في العالم، وأساس تقدم أي دولة أساسه هو التعليم. إذا تعليم جيد يكون عندنا اقتصاد جيد. نعم. كل الأنظمة تصبح صحيحة. يعني شوفوا الدول مثل اليابان، سنغافورة، ما عندهم موارد طبيعية لكن بدأوا من خلال التعليم، صار عندهم تعليم ممتاز،
على مستوى العالم الآن سنغافورة الدولة الأولى، لكن شوفها دولة صغيرة يبقى أصغر من قطر، لكن شوفوها في التعليم، شوفوها في الاقتصاد، فالتعليم أساس لنهضة أي بلد. نعم. أنا يمكن دكتور متحيز للمدرسين والمدرسات أكثر، يعني ودنا أيضا أن يكون لهم بعد حوافز أكبر وأكثر من أي وظيفة أخرى. مثل ما ذكرت أنت، المدرس هو اللي ينتج المهندس، هو اللي ينتج الطبيب، هو اللي ينتج باقي الوظائف، وأيضا ذكرت أن هي مهنة شاقة جدا، وهي فعلا مهنة شاقة، ولكن بعد، وهذا أكيد لا يغفلكم، أنتم تدرون بهذه الأمور كلها، ولكن إحنا نذكر فقط أن لو صارت في حوافز أكثر من حيث الرواتب والأمور والامتيازات، أتوقع أنه راح يصير إقبال أكبر من القطريين والقطريات على هذه المهنة ومساعدة هذه أيضا هذا البرنامج. لكن أنا بسأل تحديدا، كيف أنتم تشوفون إقبال الشباب تحديدا على مهنة التدريس أو على هذا البرنامج؟ إحنا والله للأمانة إحنا من سنوات النادي، أنا شخصيا يعني أقول لابد تكون حملة إعلانية كبيرة وطويلة الأمد لاستقطاب البنين الشباب القطريين. البنات ما عندنا مشكلة، إحنا هالسنة عندنا 558 طالب وطالبة تقدموا، منهم 408 منهم قطريات ما شاء الله، فقط 48 قطري تخيل عندنا، وهذا أكثرهم دخلوا قسم التربية البدنية. نعم. يعني لولا قسم التربية البدنية تجد يمكن 5 أو 10 فقط على باقي التخصصات 14 اللي في الكلية. الكلية أيضا هالسنة راح تعمل بإذن الله دراسة شاملة لمدة سنة كاملة، يشوفون إيش المشاكل الموجودة سواء في الكلية عندنا من حيث نوعية البرامج وجودتها، وأيضا في الميدان ندخل ميدان التربوي ومقابلات مع كل شركاء المصلحة حتى أولياء الأمور، حتى نشوف إيش الأشياء اللي قاعدة تعيق من استقطاب بالذات البنين لمهنة التعليم. فهذا ربما الدراسة هذه تساعدنا إن شاء الله. يعني إحنا نشكرك دكتور على الشفافية، يعني تكاد 48 قطري. نعم. وأغلبهم راحوا تربية بدنية، لكن نعم. إيش الأسباب؟ إحنا لازم يعني ندرس ونعرف إيش الأسباب اللي عزوف الشباب القطريين على أنه يوصلون أو يتخرجون كمدرسين، يخرجون أجيال أيضا. نعم. في هو شوف، في أسباب معروفة وفي أسباب يعني لأنك ما تقدر تقول إلا أنت تعتقد أن السبب، لازم أنك تتحقق، لازم تدرس، تتيقن، لا في دراسة. نعم. دي بنتائج. لكن أنا أقول من الأشياء اللي أنا دائما أقول ليش ما في بنين، مثل ما قلت لك البنين لهم فرص كبيرة، الجيش والشرطة أماكن أخرى. صحيح. الرواتب ممكن مكافأة أو أفضل، والوقت أقل والجهد أقل. صحيح. فالقطري الشاب يقول أنا ليش أنا أوجع راسي وأروح، لكن أنا أقول إحنا لابد يعني من الابتدائي نوعي جيل، نعد جيل فعلا يؤمن أن التدريس هو أساس تقدم أي مجتمع، نحببهم من التعليم والتدريس بحيث يقبلون فعلا يكون عندنا جيل. أنا دائما أقول له أنا قدرت أحصل على 20 أو 15 طالب كل سنة قطري فعلا يؤمنون أن إحنا نقدر نخلق جيل ونخلق يعني نهضة من خلال التعليم، أنا صدقني 10 سنوات 150 مدرس هذا 15 راح نبني جيل آخر. صح. وطن آخر في التعليم. صح. بإذن الله إن شاء الله. بإذن دكتور. الله بإذن الله. طبعا هذا يخليني أسألك دكتور الآن، إلى إذا ندخل شوي في التفاصيل على المدة الزمنية في إعداد معلم خلينا نقول يناسب المعايير الدولية. طبعا احنا في الجامعة عندنا 120 ساعة في إعداد الطالب لمهنة التدريس على مدة 4 سنوات، لكن بجانب هذا الوزارة أيضا عندهم الان سيرفيس، عندهم 60 ساعة تدريبية للمدرسات والمدرسين أثناء الخدمة. نعم. فكل مدرس يطور من نفسه. في الفترة الأخيرة احنا عندنا دبلومات أيضا، المدرس اللي صار لفترة طويلة ما دخل وما حدث معلوماته إجباري الآن يدخل في الدبلومات عندنا أساس فعلا يطور من نفسه. فهذا أيضا أنا أقول هذا جهد مشكور يعني، وفكرة طيبة من وزارة التعليم والتعليم العالي أن يخلون، وعندنا إقبال كبير الحمد لله على الدبلومات، والأكثر يعني قطريين وقطريات. نعم. نعم. وأيضا يمكن كان في سنة 2010 يمكن صار في يعني في عزوف للكوادر القطرية من وزارة التربية والتعليم وانتقلوا إلى وزارات أخرى، هناك أيضا مدرسين موجودين الآن ولكن كانوا غيروا مهنهم، هذا بعد لو تركز عليهم وزارة التربية. نعم. في أن تعطيهم مثل ما ذكرت برامج ويأهلونهم مرة ثانية ويرجعونهم يقنعونهم يرجعون في تخصصات كثيرة، لكن لو نتكلم عن أهم الفئات المؤهلة لخوض مثل هذه التجربة المهمة، أنا بس أعطيك نسبة مئوية بعد محسن قبل وأجاوبك على السؤال. طب. حاليا إحنا تقريبا 28.13
نسبة المدرسين المنسقين من القطريين والقطريات في وزارة التعليم والتعليم العالي. والوزارة أنا على ما قرأت طبعاً أساس أنا مش مسؤول في الوزارة، ذكروا أن خلال 5 سنوات يتأملون أن التغطية يصير 100% يغطون. أنا أشوف صعبة جداً 5 سنوات، لكن ما في شيء مستحيل دام الإنسان عنده دافعية بإذن الله أمورهم تتحقق. إحنا إذا بمعدل سنوي نخرج بين 350 إلى 400 مدرس ومدرسة فلا شك أن هذا بيساعدهم بشكل كبير، لكن تبقى الإشكالية الكبيرة بعد محسن إحنا ما عندنا استقطاب على التخصصات العلمية حتى البنات. عندنا القطريات عدد قليل جدا اللي تخصصون، لذلك الوزارة تضطر تجيب أخوة عرب وأخوات من دول عربية شقيقة لملء الفراغ. إحنا نتأمل فعلا أن في نظرة عامة مش بس كلية التربية على فكرة بعد محسن، حتى في الجامعة التخصصات العلمية الإقبال قليل من قبل القطريين والقطريات للأسف الشديد. بإذن الله طبعا دكتور بعد هذا البرنامج يزيد الإقبال ونقول نوصل بإذن الله بعد 5 سنين أو 5 سنوات إلى الهدف ونوصل أكثر من هذا الهدف بإذن الله بجهودكم، ونقول إحنا طبعا الله يكتب أجركم إن شاء الله وسعيكم والله يوفقكم بإذن الله. ومشاهدين الكرام إحنا بدورنا نشكر الأستاذ الدكتور أحمد العمادي عميد كلية التربية بجامعة قطر، شكرا لك وشكرا على تواجدك معنا. شكرا سعود ما مسل على الاستضافة، والله يكتب أجركم إن شاء الله. آمين. الله يجزاكم الله خير. شكرا جزيلا. يعطيكم العافية. الكرام مستمرين معاكم، ولكن نطلع فاصل قصير لا تروحون بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا الآن إلى فقرة الأخبار المحلية السريعة، ونبتدي مع الخبر الأول حيث أعلنت وزارة الصحة العامة أن قطر تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث النسبة المئوية للسكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، والمرتبة الخامسة من حيث النسبة المئوية للسكان الذين تم تطعيمهم بالكامل من بين البلدان التي يزيد عدد سكانها عن 1 مليون نسمة. وننتقل إلى الخبر الثاني حيث أنجز المجلس الأعلى للقضاء مزادا لبيع 17 معدة عبر التطبيق الإلكتروني محاكم، وكان المجلس انتهج بيع السيارات والعقارات والمعدات عبر التطبيق الإلكتروني محاكم بهدف التسهيل على الجمهور الدخول إلى التطبيق وشراء المناسب من المعروضات وفق الشروط والإجراءات القانونية. وننتقل إلى الخبر الثالث حيث أطلقت قطر الخيرية حملة علمني ليستمر الأمل لدعم المشاريع التعليمية داخل قطر وخارجها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، والتي ينتظر أن يستفيد منها 8000 طالب داخل قطر والطلاب الأيتام في 11 دولة حول العالم. هذه كانت أخبارنا المحلية السريعة، ونرجع إلى أخوي خالد، تفضل والكلمة عندك. شكرا سعود. وفي موضوع آخر مشاهدين الكرام، عاد إلى الدوحة أبطال المنتخب القطري للقفز المظلي التابع للجنة قطر للرياضات الجوية بالقوات الخاصة المشتركة بعد أن حققوا نتائج مميزة في منافسات بطولة العالم للقفز المظلي التي اختتمت منافساتها قبل أيام في روسيا. نتابع. بالذهب والفضة والبرونز عادوا إلى الدوحة وقد رفعوا علم قطر عاليا على منصات التتويج. إنهم أعضاء المنتخب القطري للقفز المظلي التابع للجنة قطر للرياضات الجوية بالقوات الخاصة المشتركة بعد مشاركة مميزة في منافسات بطولة العالم للقفز المظلي التي اختتمت منافساتها قبل أيام بمنطقة تاناي في روسيا. وقد استقبل أبطال المنتخب في مطار حمد الدولي بالفرحة والورود تكريما على الإنجاز التاريخي الذي حققوه بتفوقهم على أغلب المنافسين الممثلين لأكثر من 30 دولة
حيث فازوا بالميدالية الذهبية لمسابقة التشابك الرباعي وبالميدالية الفضية لمسابقة الثنائي سكوينشل وبالميدالية البرونزية في مسابقة التماسك الرباعي. الميدالية الذهبية هذا إنجاز تاريخي للرياضة القطرية بحيث أنها أول ميدالية وذهبية لفريق التشابك بالمظلات. تغلبنا على صاحب أو منظمين البطولة الفريق الروسي وكان من أقوى الفرق على مستوى العالم، ونهدي هذا الإنجاز لسيدي أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني، وإلى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية رسالة شكر وثناء حقيقة إلى اللواء الركن حمد بن عبد الله الفطيس المري قائد القوات الخاصة المشتركة ورئيس لجنة قطر للرياضات الجوية. هذا الإنجاز راح يكون بإذن الله داعم ومحفز للفريق لتقديم الأفضل بإذن الله في البطولات الجاية. شاركنا بأربع فرق، فريق الرباعي روتيشن وفريق الثنائي سيكوينشل وفريق الرباعي للتماسك والفريق الثماني للتماسك، واستطعنا الحمد لله أن نحصل على 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. طبعا نافسنا فرق عالمية لها سنين طويلة في هذا المجال، ولكن الحمد لله بإصرار القافزين واجتهادهم والمثابرة في التدريب استطعنا أن نحصل على هذا الإنجاز. وتعد هذه المشاركة الناجحة للمنتخب القطري للقفز المظلي أفضل إعداد لبطولة العالم العسكرية للقفز المظلي السيزم، والتي تحتضنها الدوحة في الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر المقبل بمشاركة نحو 40 دولة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير. ضيفنا الليلة باحث قطري في الخط العربي، له العديد من الإسهامات في الخط العربي، كما له مجموعة نادرة من التحف الإسلامية والمخطوطات والمصاحف. نعم سعود، يسعدنا أن يكون معنا الليلة المهندس إبراهيم يوسف فخرو باحث في الخط العربي. مرحبا وسهلا فيك أبو عبد الله معنا. مرحبا. باحث في الخط ومهندس. اي نعم. يا مرحبا الله حييك. تركيبة غريبة شوية. شرفنا طبعا. شرف بك بتواجدك اليوم. طبعا في البداية نعرف مشاهدينا الكرام طبعا عن بداياتك مع الخط العربي وعن بداياتك طبعا في جمع المقتنيات الأثرية النادرة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أحب أني أشكركم وأشكر المشاهدين الكرام. البداية خلينا نقول هي مع الفنون الإسلامية بشكل عام، يعني يمكن الخط العربي كان تخصص أكثر، لكن بشكل عام كانت التجميعات أو المقتنيات خاصة بالفنون الإسلامية. يعني يمكن الفنون الإسلامية لها وزنها ولها قيمتها ولها قربنا الثقافي، بكون يعني الإنسان قريب من الثقافة الإسلامية بشكل عام. فالبداية يمكن خلينا نقول من حوالي أكثر من 20 سنة ما شاء الله كانت في مختلف الفنون الإسلامية، ومع الوقت يمكن تخصصت أكثر في اقتناء المصاحف الكريمة. نعم. والمصاحف طبعا بشتى أنواعها بشتى خطوطها يمكن جذبتني بخطوطها المختلفة. المصحف الكريم نفس المحتوى، يعني سواء قديم ولا جديد ولا مملوكي ولا عباسي ولا عثماني. نعم. في النهاية المحتوى نفس المحتوى. نعم. اللي يختلف. نعم. الخط أساسا. نعم. والورق والنوعية. فلذلك يمكن بديت أتخصص أكثر في الخطوط الإسلامية أو الخطوط العربية اللي كتبت فيها المصاحف. ما شاء الله. أبو عبد الله احنا نتكلم يعني عن انت اصدرت ايضا كتب. نعم. اللي هو رحلة الخط العربي في ظلال المصحف الشريف. نعم. بين يعني تأثير خط المصحف في مسارك، وايضا كتاب خطوط من قطر. لو نتكلم عن المحاور الرئيسية للكتابين، ايش المحاور الرئيسي؟ انا عندي يعني خلينا نقول مبدأ ان الانسان اي علم يتعلمه او يكتسبه. نعم. لازم يحاول ايضا يحول هذا العلم للمجتمع بحيث ان المجتمع ايضا يستفيد من خبرته في هذا المجال. فبديت اول كتاب سميته رحلة الخط العربي في ظلال المصحف الشريف، اللي هو يعني اظهرت تطور الخط العربي من بداية المصاحف على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليوم الحالي، وشون كان الخط يعني غير مقروء وغير واضح الى انه هو اصبح فن. نعم. وكانت الخطوط يعني المذكورة كلها من مصاحف أنا أمتلكها الحمد لله. نعم. يعني خلينا نقول 80% أو 85% مصاحف مخطوطة و 15% تقريبا مصاحف مطبوعة، لكن أيضا كانت طبعات خاصة. نعم.
فهاي كان يعني مثل ما تقول محتوى الكتاب الأول اللي روان تاريخ الخط العربي شلون تطور. الفكرة خلينا نقول بشكل عام كان التركيز على الصور، لأن الآن إحنا في فترة زمنية الناس يعني القراءة قلت عندهم والتركيز يمكن أكثر على الصور، لذلك ركزت على صور المصاحف وذكرت معلومات عنها. الكتاب الثاني سميته خطوط من قطر. خطوط من قطر الله يسلمك تظهر اهتمام الدولة كدولة قطر في الخط العربي وإدخال الخط العربي كعنصر أساسي في مبانيها، وخاصة عندنا مثلا بعض المباني المهمة للدولة مثل مباني مؤسسة قطر التعليمية، المطار، الكورنيش، مشير، بالمناطق الأساسية أدخلت الدولة الخط العربي كعنصر فني جميل زين يعكس تراث الدولة وتراث الأمة الإسلامية بشكل عام. صح. قصدك في ديكور المبنى ككل يعني موجود. نعم نعم بصمة الخط العربي مثل مشيرب يمكن أقرب مثال. مشيرب يمكن لأنه قريب منكم فأنتوا تشوفونه كل يوم. شوفه دائما. نعم. لكن صح. أيضا لو نروح مثلا مؤسسة قطر التعليمية أدخلوا الخط العربي كعنصر أساسي في فكرة البناء نفسه. نعم. يعني مثلا مبنى الدراسات الإسلامية على سبيل المثال بني على خمس قواعد يعني اللي هو الفاونديشن القاعدة قاعدة المبنى نفسه. نعم. الخمس قواعد تمثل خمس أركان الإسلام. صحيح. زين كل قاعدة كتبت عليها بخط كبير آية من القرآن تعكس الركن يعني مثلا ومن حج يعني عن الحج مثلا آية عن الصلاة عن الشهادة، لذلك يعني كانت جزء أساسي من فكرة البناء نفسه. نعم نعم خاصة يعني اللي يدخل خلينا نقول هذا العالم عالم الخط العربي أو حتى عالم المقتنيات الأثرية يندمج شيء يسحب شيء أبو محسن. نعم أنا بس بستكمل سؤالي مع عبد الله، هالكتابين يعني أنت تكلمت عن كتاب رحلة الخط العربي في ظلال المصحف الشريف، وبنرجع احنا نتكلم في محور آخر أيضا شلون تطور الخط العربي من زمن الرسول إلى الآن، وأيضا تكلمت عن خطوط أو كتاب خطوط من قطر، كم استغرق الوقت؟ والله أخي الكتاب الأول خد تقريبا حوالي 3 سنوات. ما شاء الله. خد فترة طويلة لأن الكلمة أمانة، ولما تتكلم في القرآن والمصحف تصير الأمانة مضاعفة، يعني أنت ما تبي تكتب أي كلمة. نعم. واحدة في الكتاب من بين مئات الصفحات إنزين تكون يعني مو متأكد منها. لذلك فعلا استغرق يعني حوالي 3 سنوات من كتابته إلى طباعته. الكتاب الثاني أقل حتى عدد الصفحات لأنه أقل، خذ حوالي تقريبا 1.5 أو 2 سنين. مهم جدا أنك مو فقط تكتب كتاب، مهم جدا أن الكتاب هذا يكون فعلا له قيمة وله تأثير في المجتمع وله وزن في الفكرة. أما كتابة الكتاب إذا يعني ممكن الإنسان يعني يكتب في خلال أقل من شهر إذا بيجمع بيانات من النت وبيحطها، لكن أنا بالنسبة لي يعني حطيت مثل ما أقول هدف لي بصراحة. إنزين إنه خاصة أبو عبد الله مقطع كلامك له بالخير، هذه التفاصيل لابد أن نعرفها وخلنا نقول على سعة، ولكن ننتقل معك مع المشاهدين فاصل وبعدها نتابع الحوار إن شاء الله مع المهندس إبراهيم فخرو. مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، من بعد هذا الفاصل ونتابع الحوار مع ضيفنا المهندس إبراهيم يوسف فخرو باحث في الخط العربي. تكلمنا أبو عبد الله في الفقرة اللي قبل الفاصل عن تاريخ الخط العربي، أنا لفت انتباهي هذا الموضوع وهذا المحور بالذات، يعني بداية كتابة القرآن مثلا أو نسخ القرآن وتجميعه، الخط اختلف إلى أن إلى يومنا الآن. نعم. لو نتكلم عن تاريخ الخط العربي في عجالة، يعني شلون تطور وشلون صار في عجالة الخط القرآن كتب في بداية كتاباته بما يسمى الآن الخط الحجازي. يسمونه الحجازي وهذه تسمية أصلا مش قديمة، يمكن صار لها 100 سنة، لكن التسمية الحقيقية خلينا نسميه الخط المكي زين، وسموه أيضا الخط المدني، وخلال فترة بسيطة أيضا كتب بما يسمى الخط الكوفي،
وحوالي مدة 300 سنة كان يكتب بالخط الكوفي. نعم. الخط الكوفي طبعا في عشرات الأشكال من الخط الكوفي. في الخط الكوفي المشجر والمزهر والفاطمي وخلافه. بعد الخط الكوفي انتقل إلى ما يسمى الخط المحقق، خاصة يعني مثل فترة المماليك وخلافة، واستمر تقريبا من حوالي خلينا نقول 300 أو 400 هجري إلى حوالي 700 هجري تقريبا حوالي. إنزين، وبعدين صار النسخ. نعم. والنسخ من حوالي 700 خلينا نقول 800 هجري إلى الآن. وخلاص استقر المسلمين على كتابة المصحف خط النسخ. نعم. طبعا في مصاحف كتبت بخط التعليق أو خلافة، بس هذه استثناءات. بو عبد الله، أنت تكلم عن الخط الحجازي أو المكي أو المدني، والآن خط النسخ، أنا بروح من البداية. نعم. إلى النهاية. نعم. هل في فرق كبير بين هذا الخط وهذا الخط؟ طبعا جدا. أي خط فيهم اللي بدون نقاط؟ الخط اللي بدون نقاط كان في بداية الكتابات. زين. الخط الكوفي بدايته، والحجازي أيضا في بدايته جدا، خلينا نقول يعني تقريبا حوالي 120 130 كان غير منقط. نعم. الى ان جاء ابو الاسود الدؤلي. نعم. زين، واخترع النقاط اللي هي تشكل التشكيل. حلو. التشكيل، لان المسلمين دخلوا مسلمين غير عرب، وبداوا يعني قراءتهم ما تكون صحيحه. نعم. فبدا التشكيل. نعم. تعرف انت في المصحف اذا فتحت الشيء غير، اذا ضميته ممكن يختلف المعنى بشكل. نعم. مختلف. نعم. فذلك أبو الأسود الدؤلي هو اللي اخترع النقط والتشكيل. نعم، التشكيل بالأساس، بعدين النقط جاءت في مرحلة ثانية. نعم. فهذه البداية جدا، وتطور الخط يعني حتى الكوفي، في الخط الكوفي مثلا المشرقي والمغربي. احنا نتكلم عن مساحة، يعني مساحة الإمبراطورية الإسلامية مساحة شاسعة، يعني نتكلم عن آلاف الكيلومترات، فما تتوقع أن جميع الأمم هذه تكتب بشكل واحد. وأيضا الأمم هاي تأثرت بكتاباتها الأصلية. يعني الصينيين تأثروا بكتاباتهم الصينية، الهنود تأثروا بكتاباتهم الهندية، فجميع يعني الأمم الإسلامية تأثرت بكتاباتها الأصلية. فكانت في فروقات. خط المحقق أكبر وأوضح طبعا، يعني ما كان الانتقال بين يوم وليلة. طبعا نتكلم عن انتقال أيضا احتاج مئات السنوات على أساس ينتقل من شكل لشكل. نتكلم عن ايضا علماء للخط، زين، يعني اللي هم غيروا وحطوا قواعد. الان الخط العربي يكتب بناء على قواعد دقيقه جدا. كل ما التزمت انت بالقاعده كل ما كنت خطاط اكبر. متوقع بعد 450 سنه يتغير الخط؟ والله انا اعتقد ما في شيء ما يتغير، يعني زين، تغير هاي سنه الحياه. لكن الان وصلنا لمرحله يعني الخطاطين حتى يمكن يخافون يغيرون. زين. لكن طبعا اخترعت الان خطوط خاصه بوجود الكمبيوتر. نعم. خطوط، لكن هي لم تستخدم للقران. نعم. والكتب الاساسيه، لكن. نعم. الان تشوف تشكيلات منوعه من الخطوط. زين. فالخط كخط في تغيير. الان دخل التغيير على القران ويكتب بهالخطوط، هذه موضوع ثاني. يعني خاصه معلومات جدا جميله، وهذه المعلومات ممكن حتى شافوها حتى زوار مال الاول، وانت كنت احد المشاركين الاساسيين في هذا المعرض، معرض مال الاول 3، انا احد زواره. الطريقه اللي شلون تبتدي من اول مصحف الى اخر مصحف، الرحله الزمنيه من هذا ومن هذا المصحف الى هذا، شيء عجيب. ما شاء الله عليك، يعني انت زرت المعرض؟ انا زرته، اول شيء على اليمين انت معروف. لا صراحه انا كتجربه جدا استمتعت، ولكن انا بك تكلمنا عن تجربتك في هذا المعرض، خاصة أن أنت العارضين الرئيسيين في. نعم. معرض مال الأول 3، وشلون كانت هذه التجربة أو المشاركة، خاصة أن ممكن أنت شاركت بشكل فريد عن باقي المشاركين، أنك كنت تكتب قصة من هذه، شلون تحولت إلى هذا الزمن، إلى هذا الزمن والتاريخ الفلاني، وشلون ممكن قدرت تجمع كل هذه المعلومات بشكل مختصر مفيد جدا. ما شاء الله عليك، يعني انا اول شيء صراحه اشكرك على زيارتك. شكرا على واجب. وانا اعتقد صراحه شيء طيب ان كل انسان يروح يزور، لان فعلا في اشياء تستحق الزياره. اتعلم منكم دائما. الله يسلمك، بالعكس يعني الانسان يتبادل العلم بينه وبين الاخر. الفكره اللي حطيتها انا ما فقط عرضت قطع. انت بنفسك ذكرت ما شاء. نعم. الله عليك، انت استوعبت في زيارتك ان انا ذكرت قصه. أنا تكلمت عن قصة تطور الخط، إنزين،
والقصة هذه يعني بدون ما يكون فيها كلام مقروء أو حتى مكتوب هي عبارة عن قطع فنية انزين ورسمة للعوالم الإسلامية والممالك الإسلامية اللي مرت على التاريخ الإسلامي، وفي قطع عرضت للفترة هذه، ويمكن التركيز أكثر شيء على المصاحف صحيح. لكن ما كان المصحف العنصر الوحيد، يعني شفت أيضا في أشياء زجاجيات وفي نسيج وفي خزف وفي، لأن الفنون الإسلامية يعني خلينا نقول أن الفن الخط العربي هو فن عظيم تتميز فيه الثقافة الإسلامية. يعني إذا تكلمنا عن الخزف أو النسيج أو خلافة، هي فنون مشتركة بين جميع يعني الثقافات، زين سواء فنون أوروبية ولا صينية أو خلافة، كل هالأشياء موجود فيها، الخزف وموجود فيه التماثيل، لكن الحضارة الإسلامية تميزت بالخط العربي. أنا صراحة أحييك على الابتكار في طريقة العرض. الله يسلمك، أنا أشكرك صراحة. باب عبد الله يعني تكلمنا عن الخط، خلينا نتكلم عن المقتنيات الموجودة عندك والتحف. دائما نسمع احنا في بعض الدول ايضا في قطر في هناك متحف خاصة، هل لك طموح انه يكون لك متحف خاص فيك في مقتنياتك الموجودة عندك؟ يعني شنو اكبر من الطموح؟ خلينا نقول الحلم. نعم. زين، انا عندي خلينا نتكلم اول شيء قبل عن المتاحف الشخصية. المتاحف الشخصية هي يعني هي لا تنافس المتاحف الوطنية، لأن الشخص ما ينافس الدولة. المتاحف الشخصية هي مكملة للمتاحف الوطنية. أهم من أهم خلينا نقول أهداف المتاحف الوطنية هو إرساء الثقافة بين المجتمع اللي هم فيه، يعني ورفعة الشعب من ناحية الفنية. دليل على ارتفاع المستوى الثقافي عند الناس هو وجود المتاحف الشخصية. نعم. لذلك أنت كل ما تروح مثلا دول متقدمة فنيا بتلاقي المتاحف الشخصية أكثر فيها. يعني لو رحنا مثلا أكثر المتاحف الشخصية اللي خاصة بالخط والمصاحف في تركيا. نعم. وفي متاحف شخصية بالمئات. لذلك وجود متاحف شخصية ضرورة من الضرورات اللي تظهر مستوى الشعب. يعني المتاحف الوطنية تظهر مستوى الدولة واهتمام الدولة، بس أنت أيضا تبي تبرز ثقافة الشعب. نعم. هل الشعب استوعب الثقافة اللي تطالب فيه الدولة ولا ما استوعبها؟ كل ما زادت المتاحف الشخصية يعني أن نجحت الدولة في إرساء الثقافة بين مجتمعها. نعم. فوجود متاحف شخصية أنا أعتقد ضرورة جدا. أضف إلى ذلك أن إحنا الآن عندنا بطولة العالم، زين إن شاء الله السنة الجاية، فأنت أيضا تبي تحط خارطة سياحية. نعم. للزوار، وجود متاحف الشخصية تظهر للزائر أنه مو بس الدولة، والله أنا بروح متحف الإسلامي بروح المتحف هاي، لا أنا أيضا في متاحف شخصية، لو يعني حتى 4-5 متاحف شخصية. هذه إضافة للمواطنين، إضافة للدولة، إضافة للمواطنين، إضافة للخرطة السياحية. نعم. للدولة. فأنا أرجع أقول وجود متحف أنا كان أملي وإلى الآن إن شاء الله خلينا نقول بيصير بإذن الله، يكون في متحف للقرآن والخط العربي، وهذا يعني لو بيكون ما بيكون باسمي الشخصي أنا. نعم. كإبراهيم، لكن بيكون متحف للقرآن، متحف شخصي للقرآن والخط العربي بإذن الله. الله يكتب أجرك وإن شاء الله يتحقق هذا الحلم بإذن الله والهدف بإذن الله. طبعا مشاهدينا الكرام، إحنا بدورنا نشكر المهندس إبراهيم يوسف فخرو، باحث في الخط العربي، يعطيك العافية. الله يحفظك. الله يسلمك. استمتعنا عبد الله. أنا عندي مقترح، إحنا المتحف الوطني ممكن يخصص أماكن المتاحف الشخصية ويعرض كل واحد او كل شخص المقتنيات اللي عنده، ان شاء الله يتبنون هذه الفكره. جاتني هالفكره وانت الحين تتكلم. ان شاء الله. نشكرك لتواجدك معنا اليوم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، في موضوع اخر، اعلنت قطر للسياحه عن اطلاق تطبيق الهاتف المحمول فيزيت كتر لتقديم كافه العروض السياحيه في الدوله امام المستخدم. تفاصيل اوفى واكثر عن هذا التطبيق في هذا التقرير. في إطار استراتيجية قطر للسياحة الشاملة للتحول الرقمي لإثراء تجربة زوار الدولة، أطلق قطر للسياحة تطبيق فيزيت قطر باللغة العربية بهدف إتاحة كافة العروض السياحية في دولة قطر أمام المستخدم. كما يتيح تطبيق الهاتف المحمول للمستخدمين أجندة الفعاليات لاستكشاف الأحداث في جميع أنحاء قطر وحفظها في ملف شخصي،
يأتي ذلك في إطار تبني قطر للسياحة لنظم مبتكرة وحديثة لتطوير منصات قطر للسياحة الرقمية ووضعها في مكانة رائدة في صناعة السياحة. ويعتبر هذا التطبيق الأول من نوعه في الاعتماد على معالجة بيانات ومعلومات المستخدمين المخزنة على السحابة، ويقدم لهم تجارب مصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتهم. كما يقدم هذا التطبيق العديد من المشاهد البانورامية بتقنية 360 درجة لأشهر المواقع السياحية في قطر. كل ذلك وأكثر للارتقاء بالتجربة السياحية لكل من تحط رحاله في أرض قطر. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير، وننتقل إلى أخبار من العالم. ليس سهلا أن تقابل فيلا في الشارع أو في حديقة منزلك كل يوم، ولكن في بعض المناطق في الصين أصبح هذا الأمر عاديا، ولكن مع بعض الصعوبات والمشاكل. نتابع في التقرير التالي. مظاهر الود والمرح التي تسود بين الفيلة والناس في هذه الفعاليات لا تعبر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين، فالتعايش مع الفيلة ليس مهمة سهلة، خاصة إذا كانت تنافسك على مصادر الغذاء، لكن هؤلاء القرويين الصينيين مجبرون على ذلك. فهذه القرية الصغيرة في منطقة كزيشوانغ بانا تقع ضمن منطقة تجمع للفيلة الآسيوية التي بدأت تتعافى مؤخراً من خطر الانقراض بفضل إجراءات الحماية التي توفرها السلطات. تنتشر في القرية لافتات تدعو لتعزيز الانسجام بين الإنسان والفيل، لكن بيوت القرويين محاطة بسياج فولاذي يفصلها عن الغابة المجاورة، ويتم الدخول إلى قرية مزارع المطاط عبر بوابة فولاذية تغلق في الليل. عندما ينشط الجوع الفيلة يتسللون إلى مناطق السكان، وأحياناً يشكلون خطراً عليهم، وفي الغالب تنتهي عملية التسلل بمداهمة حدائق الفاكهة والخضروات. وبسبب تراجع المساحات التي كانت تعيش فيها هذه الفيلة وتجد فيها الغذاء، اضطرت للزحف على المزارع، ولكن السكان تحولوا لزراعة أشجار لا تأكلها الفيلة مثل الشاي أو المطاط. ولتجنب مخاطر الاحتكاك بالسكان، اضطرت السلطات إلى تركيب شبكة عالية تقنية تغطي مئات الكيلومترات المربعة، وتستخدم كاميرات ثابتة لمراقبة تحركات الفيلة ونقل الصور المباشرة إلى مركز قيادة يرسل بدوره تحذيرات إلى المجتمعات المحلية المجاورة. وبهذا الخبر نكون وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من تراحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات والتواصل مع فريق عمل تراحيب، يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج تراحيب الإلكتروني، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. في أمان الله. مساء الخير.